فتح فمه ووضعه فيه شيئا. نعم، فتح فمه في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحد التثاؤب فليكتم ما شاء، يعني إذا جاءك التثاؤب في الصلاة امسك كثر ما تقدر، لا تفتح فمك في الصلاة. هذا ما نتكلم بعد بالصوت، بعضهم يتثاؤب ويخرجوا صوتا، لا، إذا فتح الفم أغلقه الفم قدر ما تستطيع في صلاتك، فإذا وضع فيه شيئا ولو لم يأكله هذا أيضا من العبث. نعم.